دابا انا كنت في دار الايتام نشوف واحد الايتام هكذا الجماعه هذوك كثر خيرهم بنا واحد الدار وجابوا فيها 53 يتيم يوكلوهم ويشربوهم ويقريو فيهم ويدير لهم الرياضه ويعتنيو بهم اعتناء يعني اعجبتهم حتى قلت لهم جيبوا هاد الايتام هذو وقفوهم معايا هذو واذا حبيت ربي يلينك قلبك دير زوج حوايج واش هما أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جابوا لي واحد فيهم قالوا لي هذا باباه خلاله تاركه كي مات باباه جا تمو مات تمو جا خالو واش دار خالو مسح الكاينة الخال هذا مسكين كدة نسى بلي هو يموت واش كان ياكل هنا في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قالوا لي كي خلاص الدراهم خالو جاب قال يا شوف قتلنا منه رماه للشارع قال دينا احنا ونربوا فيه ورانا نكبروا فيه ورانا نقريوا فيه ادي يدي ادي ومشي مع ديك المقوله تاع الكذب والنفاق ادي الناس قاع دات ادي دير الناس قاع دات ابني الناس قاع بنات يطول الحبل بصح اذا جبدوا ما يبقى حتى واحد وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمات ان اخذه اليم شديد ادي دي تاع اليتامى دي تاع المساكين دي تاع الضعفاء زور بدل غير دي ما بدا لك صح انا نموت وانا نتلاقاو حفيانين وعريانين وكل واحد بكتابه وكل واحد يعمل الميزان فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أدي أنت شاطر أنت قافز عندك الصحة عندك المعرفة أدي يدي ما تكتفيش أدي عشر حوايج وخواتك هذوك من بابك ويمك خرجوا من صحراء ما تعطي لهمش أخذ زوجتك يقول لك واد واش يدير أدي أنت كلش واستمعت لزوجتك وأعطيتها أدي ما كاش مشكلة والارض تاع البلاد تاع ولاد عمك ورثه صحرهم روح وخيط ودير وقلب ادي ما كانش مشكله وخوتك الذكور من ابيك وامك انت الكبير هما الصغار صحر الغاشي ادي 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 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه تروح وتتعرض على الله وحفيا عريان ولا تخفى منك خافيه ادي وكي ندخل الجبانه نزيدو نهزو معانا واش كنت تدي دي معاك كل شيء في وقته والظالم ظالم والمظلوم مظلوم هذا كتابك شوف فيه مين الان شوف وش فيه اذا كانت الحاله كذا أكثر من الاستغفار والعبادة والطاعة ربي يمحي عليك من هذا الكتاب واش فيه منا وإذا فيه الخير احمد ربي الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم نبهنا من غفلتنا وتب علينا واغفر لنا وردنا إليك ردا جميلا.